عيد كده بقوه شويه، بيعتذر له، روح رياضيه جميله دي اللي عايزينها على طول. وليد يلعب على طول لسعد سمير، تجربه بلا شك مفيده للفرقتين، مفيده للنادي الاهلي لعبته قبل المشوار الافريقي، ومفيده ايضا للاتصالات قبل مشواره المهم جدا في مجموعته في القسم الثالث للتاهل للقسم الثاني. اسلام محارب ماشي، اسلام يلعب لحسام عاشور، فتحي فتح له في اليمين، اتلعبت سوليه دخلت في السكه، سوليه فتحي 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 عرضيه السوليه جول، السوليه جول ثالث، السوليه هدف ثالث للنادي الاهلي. عمرو السوليه في الدقيقه 28، عمرو السوليه الهدف الثالث للنادي الاهلي، تقدم للنادي الاهلي بثلاثيه، اتلعبت حلوه نشوفها تاني، اكتر من باصه اهي تاني على طول، سوليه يلعب لفتحي وفتحي يلعب للسوليه اللي جاي من تحت على طول وحاططها مباشره في سقف المرمى للزاويه اليسرى للحارس محمد غنيه.